ما البعثة دي بترجع بعد بقى ما البعثة بترجع ويتم التقييم لأهم مناسبة جاية على المستوى الرياضي اللي هتبقى الأولمبياد اللي بعد كده، وخصوصا انه هيتلعب بعد 3 سنين إن شاء الله يعني مش 4، احنا عندنا شيء هنغيره؟ شايف ان في تقييم معين محتاج تعمله تغير بيه؟ هتصرف هتمول؟ لا عاملين بص عاملين ده مش لسه نعمله، احنا عاملين التخطيط بتاعنا 2024 2028، في مشروعات قومية بتخدم ده لبعد 2028، و 2024 أصبحت بعد 3 سنين، وفي جيل بالاسم هيتحط هيخلص في كل لعبة زي الجيل اللي طالع في السلاح تحديدا التايكوندو الأعمار اللي موجودة فيه، دول هيتحطوا في حاجة اسمها انكيوبيترز. احنا عاملين نظام رعاية مخصوص بشكل فردي بدأناه السنة دي، مخطط جدا 55 لعبة أنا شرحته كتير، بالإضافة إلى دعم الاتحادات، بالإضافة إلى طبعا مرحلة أو رحلة التأهيل اللي طبعا دي رحلة كبيرة جدا، عدد المعسكرات اللي موجودة، ده كله باكج كده معين. طب هل الدورة هل هتغير بقى إنه والله أنا كنت بصرف هنا 100 جنيه أنا هصرف هنا 1000 جنيه، يعني هيتغير بقى عند الجيل الجديد مثلا الخاص بالسلاح؟ هتقول لا الجيل ده أنا محتاج أدعمه أكتر، فهتغير توجيه الموارد المالية بتاعتك؟ معمول حساب ده من الاول، مش هيتعمل حساب ده. أيوه. وفي لجنه علميه كبيره في الوزاره في الحقيقه برئاسه الدكتور كمال درويش ومعاه متخصصين كتير، وكمان في لجنه تتبع وتقييم بالدوره دي عملتها موجود فيها الدكتور علي الدين هلال، الدكتور امينة عماره، الكابتن عبد العزيز الشافعي، بالاضافه الى المجموعات التنفيذيه، بنعمل تحليل بدقه. أيوه. لكل مفرده وتقييم.